مراحب. الدخول والنجاح بالمجتمع بيتطلب مني فهم لمشاعري ومشاعر الآخرين. هذا الشيء بنسميه الذكاء العاطفي، وهو موضوع جلستنا لليوم. لما نحكي عن الذكاء العاطفي لازم نتطرق لفكرتين كتير مهمين. الأولى هي إدارة الذات، يعني أني أفهم مشاعري وانفعالاتي وما أخليها تأثر على قراراتي. وكلنا نعرف الحكمة اللي بتقول لا تتخذ قراراً وأنت غاضب، ولا تقطع وعداً وأنت سعيد. وهون بدي انتقل للفكرة الثانية بالذكاء العاطفي اللي هي إدارة العلاقات. لنفهم أكثر إدارة العلاقات خلونا نشوف هذا النشاط. بهاي اللعبة في عنا مسار مثل ما موجود قدامنا، راح يكون في عنا فريقين. واحد من الفريقين راح يكون مغمض عيونه ورفيقه هو اللي عم يدله كيف يمشي. راح يكون في عنا الفريق اللي على اليمين، الشخص اللي عم يدله عم بيكون سلبي، مش عم بيشجع اللي قدامه بل دائما عم بيقول له غلط. الفريق اللي على الشمال، الشخص اللي عم بدل بده يكون ايجابي وعم بشجع فريقه، وراح نشوف الفرق بالنتيجه. امشي لقدام لقدام، جالس جالس جالس، مش هيك جالس، روقي روقي روقي، حتخبطي روقي، لف لف على اليمين على اليمين، شوي 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 حتخبطي، شوي شوي لك عمي خبطتي، ارجع عيدي، ارجع ارجع لورا، شوي شوي، يلا هلا اسرع على اليمين، اسرع على اليمين، كثير بطيئه، اسرع عمي اسرع، يلا 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 يلا، ايه ارجعي 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 ارجعي، اسرع 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 لانه هيك حتخسر، اسرع اسرع. يلا بلش، اوكي شوي شوي على اليمين، برافو، امهلك امهلك، شوي شوي على الشمال، شوي اوكي تمام تمام، يلا برافو برافو برافو، وصلنا، ايه كفي 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 كفي، تمام تمام. مثل ما شفنا بالنشاط، التحفيز كان له دور كتير كبير لإنجاز المهمة بنجاح. هذا كان كلامنا اليوم عن الذكاء العاطفي، وبالنهاية بدنا نقول إنه لازم دائماً انتبه ما أخلي مشاعري وانفعالاتي تتحكم بتصرفاتي وقراراتي. هاي كانت جلستنا لليوم، وبنلتقي بجلسات أخرى.